هل اشتقت إلي؟ كاميرتها عليك أن تظهر أمامي. لن تمسكي بي. اختفي. أنت أيها المغفل، تعال إلى هنا أيها القصير، اتركني وشأني. لن تلحقي بي، لن تلحقي بي. تعال إلى هنا. بي بي بي، لن تمسكي بي. اتركني وشأني. لماذا تصرخين مجددا؟ إيفا. أمي، القزم كان يلاحقني. هل قرأت الحكايات مجدداً؟ بسببهم ترين الأقزام دائماً. لم أقرأها أمي، لقد كان موجوداً حقاً. كفى، لماذا كل أخواتك طبيعيات وأنت لا؟ لماذا لا يصدقني أحد؟ القزم يستمر في ملاحقتي وإغضابي. لقد سئمت من ذلك، لا أريد أن أستمع إليك. ولكن أمي، لا أحد يحبني. لماذا؟ ماذا؟ لا يصدقك أحد؟ سأضربك الآن أيها المزعج. شعري شعري شعري. لقد سئمت من ذلك. أين المقص؟ لن تتجرئي. شعري أفضل من شعرك. ضع المقص بعيدا. فتيات تتشاجرن مرة أخرى. أخيراً لولا بضع ثوان لكان. لكان ضفيرتك في سلة المهملات. فتيات، أنا بحاجة لمساعدتكن. ماذا بكن يا فتيات؟ نحن مشغولتان، ألا ترينا؟ ولكن القزم يتبعني مرة أخرى. حقاً؟ هل أتيت من أجل أن تقصي علينا هذه القصص السخيفة؟ لماذا لا يصدقني أحد؟ لقد سئمت منك. هيا ارحلي من غرفتنا. ماري، ربما أنت قد تصدقينني. هل تمزحين معي؟ انظري، لقد فقدت عقلك. اذهبي للبحث عنه. لماذا لا يصدقني أحد؟ أعتقد أنني أصبت بالجنون. فلنذهب، هيا فلنذهب. فتيات، إلى أين أنتن ذاهبات؟ لقد عاد. مرحبا، لماذا اختبأت مني؟ لا أفهمها حقا، لماذا تخاف مني؟ لا أحد هنا، لقد سئمت من ذلك القزم الصغير. أيتها الجميلة الناعمة، استيقظي 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 وأنقذيني أرجوك. علي أن أوقظها. هو بالتأكيد. هيا استيقظي هيا. يا إلهي، إنه لا يساعد. لا فائدة منك مطلقا. لا يمكنك إيقاظها، أليس كذلك؟ بياض الثلج، اقرضيني بعض الدولارات. لدي بعض المشاكل المالية الآن. أنا؟ مال؟ أنت؟ تعالي إلى هنا. لماذا تصرخين يا بياض الثلج؟ ستوقظين صغيرة جميلة نائمة. سأقتله. لقد جننت بالفعل. توقفي عن الكذب على الجميع. لا يوجد أي قزم. لابد أنا اختبأ تحت السرير. انظري، وجدتك. ماذا؟ ليس موجودا هناك. ليس موجود. كفى، سأتصل بالطبيب. عليك الذهاب إلى المستشفى. صحيح، إذا هو بالتأكيد في الخزانة. انظري. يا لك من كاذبة وغير ممتنة. عائلة مجنونة، لا أستطيع مشاهدة تيك توك بهدوء. فتيات فتيات، من يرغب في تناول الفطور فليذهب إلى المطبخ بسرعة. افتح الطريق. تام. مرحبا أمي. لماذا تخفين
هذا للدفاع عن نفسي من اللصوص. هكذا لن يقترب أحد منك ولو مترا. لحظة أمي، هل رأيت حربائي؟ سأبحث عنه. رأيته، قال أنه متعب من الجوع وهرب منك. وانزل من الطاولة. ليس لدي وقت، أين الطعام؟ اجلسي هيا. أنا مستعدة. لماذا وضعت هذه السجادة القذرة على الطاولة؟ لماذا تحتاج بياض الثلج لمستشفى المجانين؟ إذا كان المستشفى هو بيتنا. سجادتي الجميلة يمكنها تحل محل المفرج. كنت أعلم دائما أنك لا تفهمين شيئا. يا سمين، خذيه بعيدا. كما تشائين. أكل. سأعطيكم. دع المزيد. أخيرا سوف أكل. أجهزت لي طبقا من فضلك؟ لك؟ حسنا، لا تزالين ابنتي، اجلسي. رائع. حسنا، شهي طيبا للجميع. شكرا يا ماما. شكرا. حبتين فقط لي. أمي، أعتذر، لم يعد هناك المزيد من الحبوب. ولكنها كانت علبة جديدة، فتحتها للتو. حسنا فتيات، تناولنا بسرعة، لأن هناك فتيات أخريات تردن الأكل. لابد من أنهم الضيوف. لابد أنه جاء قزمك غير مرئي من جديد. تناول الفطور مع قزم مزعج بدلا منكم. لا 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 لا، هيا اذهبي. أنا قادمة. صباح الخير سيدتي. يا إلهي، من أنت؟ لا يوجد في مدينتنا أغنياء مثلك. أنا الأمير مارتن. يا إلهي، من؟ أمير؟ حقا؟ أعتذر عن السؤال، ولكن ماذا تفعلين؟ أعتذر، هذا لأنني أول مرة أقابل أميرا حقيقي. آسف على الاستقبال السيء. أوقفت عربتي بالقرب من منزلك لأنني أبحث عن أميرة التي فقدت حذاءها. إنها لي، كيف وجدتها أيها الأمير؟ هل هذا حذاءك حقا؟ نعم، هيا دقيقة. لا أستطيع ارتداءها. يبدو أنني نسيت تقليم أظافري. حسنا، كنت أعرف أنكم ستكذبون علي. توقف، إلى أين أنت ذاهب؟ لدي فتياتي في المنزل، وربما سيكون باستطاعتهن القيام بذلك. هل من أميرات؟ نعم بالطبع، كلهن أميرات، ولكنهن غبيات قليلا وواحدة مجنونة، ولكن ستعجبك واحدة منهن بالتأكيد. حسنا، سأبقى. أريني أميراتك. أنت لن تتخيل ماذا ينتظرك. فلنذهب هيا. لقد أفسدت سجادتي. وأنتن دمرتن حياتي. سأشمدكن جميعا هنا. اهدأوا. غبية. لا أصدق. سأقرر بنفسي متى تهدى. توقفا. ألم تلاحظن أن الحسناء النائمة لم تتحرك للتو؟ هل كنت جادة الآن؟ لم تتحرك منذ 100 سنين. نعم، مهما صار حولها فهي نائمة دائما. إذا نحصل على هذا. اهدأني. لقد أحدثتن فوضى هنا. أمي، إنها ليست أنا فعلا. فكري جيدا. أصمت واستمعنا إلي. في بيتنا أمير وهو يبحث عن أميرة. في بيتنا أمير؟ 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 نعم أيتها الغبيات، لديه حذاء، ومن سينتعله سوف تصبح زوجته. هيا استعداد. فتيات، أنا متأكدة أنه في مقاسي.
في الواقع أنا أيضاً أبحث. توقفنا عن التفكير في هذه الأحلام. لن تستطع ارتداء أي حذاء على أرجلكن. وأنت لم تغسلي قدميك من قبل، لماذا تحتاجين إلى أمير؟ ماذا يمكنني أن أقول؟ أنا الأولى. لا أنا غبية. ساذجة فعلا، أنت حمقاء. أمير، يا إلهي، أحتاج إلى وضع مكياج. أسنان، أسرع قليل فقط. أين أحمر الشفاه؟ هذه يا ابنتي إلسا. أعتذر. إن ابنتك لها مظهر طيب. أنت أيضا لا بأس بك. انتبهي لألفاظك، سأترككما الآن. أمل أن لا يهرب الأمير. أمي لا تقلقي، لن يذهب إلى أي مكان. إلسا، أخبرينا عن نفسك قليلا. نعم إلسا، أخبريه عن طبخك وعن نظافتك. لا تبالغي يا أمي، الكذب على الأمير ليس أمرا جيدا. حسنا، سأذهب لأنه لدي بعض الأعمال وسأعود قريبا. كذبة أخرى؟ دعينا ننتقل مباشرة إلى الأمر. ارتدي هذا الحذاء. واو، كم هذا قديم، لا أحد يرتدي مثل هذا الآن إطلاقا. ولكن هكذا سأجد عروستي. نعم حسنا، دعني أجربها. صغير؟ حسناً، أحتاج لدقيقة أخرى، سينجح الأمر. بحذر أكثر، ستفسدينه هكذا. ألا تستطيع شراء مقاس أكبر؟ يجب أن تكون خطيبتي صغيرة وأنيقة. كما تعلم أنا أيضاً أعتبر مقاسي 45 صغيراً. كفى، أرجع الحذاء. أنت لست الفتاة التي سأختارها. لا! هل سيناسبني الحذاء؟ أي حذاء؟ جاء أمير يبحث عن عروس له. لماذا لم يخبرني أحد؟ عن أي أمير؟ هل رأيت نفسك؟ والدتك لن تدعك ترينه حتى. نحن لا نحبك. أنا طبيعية. أنت تتحدثين مع الطيور وبعض من الأقزام. أنت مجنونة. من الغريب أنك ما زلت تعيشين معنا. علي أن أجرب حظي. أيتها المرآة، قولي لي. ماذا؟ هل لديك موعد مع أحد؟ مرآة تتحدث. هذا أنت؟ متى ستتوقف عن إخافتي؟ لماذا أنت عصبية هكذا؟ سئمت منك. أنت هو من يغضبني. أي موعد؟ لست جميلة جدا. كيف تجرؤ على قول ذلك؟ لو كنت تستمعين إلي دائما. لحظة، ربما أنت حقا تريد مساعدتي وأنا أغضب منك. أخيرا فهمت، إن لم تصرخي فسوف أضع لك المكياج. رائع، هيا. والآن تبدين كإنسانة عادية، جاهز. ربما أنت حقا شخص جيد. ما هذا الذي فعلته؟ لقد جعلتك أجمل، أشكريني. أنا مرعبة. لقد أفسدت كل شيء. ذهبت أخيرا، سأرتاح في هدوء الآن. أصبح القزم فنان مكياج أيضاً، ممتاز. كيف سأذهب الآن؟ أنا حائرة. عن أي موعد تتحدثين؟ أرأيت نفسك؟ سوف أغسل وجهي، هل يمكنني الذهاب؟ لا يمكنك، هذا مستحيل. أمي، أديري وجهك الآن. هل تظنين أنه ليس لدي ما أفعله؟ إذا أدرت وجهي فجأة فستتعثر رقبتي. القزم خلفك. كيف استطعت تصديقك؟ إيفا، أنت كاذبة. أمي، أنت لا تحبينني.
أنت تكذبين على الأسرة كلها. كفى، لن يراك الأمير. ولكن لماذا؟ لماذا؟ أتعتقدين حقا أنهم سيصدقونك؟ لقد سئمت من الغضب منك. ربما كل هذا ليس حقيقة وأنت وهم. أنا حقيقي. أوه، كم هذا مؤلم. هل شعرت بذلك؟ ستعاقب على ذلك. أصدقاء أمي لا تحبني، وماذا عنكم؟ اكتبوا ذلك في التعليقات. كم مرة قلت لك سألحق بك؟ هذه هي ابنتي الثانية. آمل أن تكون مهذبة وليس مثل الأولى. آمل ذلك أيضا. لحظة، هل هي نائمة؟ انتظر. استيقظي ابنتي، استيقظي استيقظي، لقد جاء الأمير. استيقظي استيقظي ابنتي من فضلك. ابنتي توقفي، توقفي عن إيقاظها. إنها دائما في هذه الحالة، لن تزعجك أبدا، تشخر وتنام وهذا كل شيء. إن كل هذا غريب نوعا ما. بالمناسبة دعنا من الحديث لنجنب الحذاء عليها. حسنا، وماذا لو هي حقا عروستي؟ يا إلهي ما هذا؟ أنت بحاجة لخلع جوربك. لا أنصح بذلك. علينا أن نجرب الحذاء. حسنا، إن الحذاء صغير جدا، لا يناسبها. أنت لم تحاول على الإطلاق. أعطني الحذاء. حسنا، هيا، تبقى القليل. تقريبا لبست. هيا انتظر دقيقة أخرى. هيا. كفى، توقفي، كنت أعرف أنه من الصعب العثور على عروستي. لقد قلت لك من الوهلة الأولى، كان عليك البحث في مكان ما. هيا فلنذهب، الكل في انتظارنا. السلامة لك أيها الأمير. لكنني لم أعطس. أعتقد أنني بحاجة لأخذ عطلة على الرغم من أنني لا أعمل. على أي حال فلنذهب. من يظن نفسه؟ لا تعجبه ساقي؟ هو شكله غريب أيضا، يمشي هنا وهناك ويختار شيء. تصدر أصوات غريبة في هذه الغرفة، عجيب. من أين هذه الفوضى على رأسك؟ كنت أرقد وراء كلاب الجيران ثم سقطت من الشجرة. وأيضا أصمتي من حيث المبدأ، كان يومك يوما عاديا كما في المعتاد. لا، أردت اليوم أن أسرق بط الجيران. ومن منعك؟ ضميرك؟ لا، لقد كشفوا أمري فقط، لذلك اضطرت للهرب من هناك. اسمعي، عندما تحاولين انتعاء الحذاء لا تخبري الأميرة بذلك. صحيح. أمي، لا ارتدي أحذية. ريبونزل، كان يمكنك على الأقل غسل قدميك، إنهما متسختان جدا. هذا فقط لأنك يسد بيت سيء، ولهذا السبب الأرضية متسخة. اذهبي واغسلي رجلك بسرعة. نعم، ولكن سأأكل. يا إلهي، انظر إلى الأرضية. ريبونزل، ما كل هذا؟ هذا غير معقول. أمي، أوه، ستتحدث من جديد عن أقزامها الغير مرئية. اصمتا، أخبراني كيف يبدو هذا الأمير، طويل قصير؟ بالتأكيد ليس بنفس طول قزمك. ليس لديك أدنى فكرة مدى حزني. لا يوجد أحد أتحدث معه، لا أحد يحبني. اذهبي واشتكي للقزم. ماذا تريدين؟ لماذا أحضرتني إلى هنا؟ هل تتذكرين عندما كنت أتحدث عن القزم؟ لا تقولي فقط، إنه يعيش هنا في علية بيتنا. ودان، توقفي، لا تتركيني، أنا خائفة. وأنا لا أهتم بذلك. لابد أنه ينام في الصندوق. إنه فارغ. إلى اللقاء. توقفي، ربما هو
السطح. يا لك من كاذبة. يا للهول، ماذا تفعلون؟ ياسمين، لماذا تحملين هذا البساط معك دائما؟ هذا البساط الطائر. فلننطلق. ها؟ لابد أنه لا يعمل. واحدة ترى الأقزام والأخرى تطير على سجادة. هل جننتم؟ ياسمين، ساعديني في العثور على القزم. لا 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 لا، علي الاستعداد للموعد، لذلك فلننطلق. ولكن لا، السير على الأقدام يكون أفضل. ها، كم هذا مؤسف، كانت لدي فرصة عظيمة. لماذا تبحثين عني؟ أنا دائما بالقرب منك. أنت، سأمسك بك وسأضعك في الصندوق. توقف. لن تلحقي بي. سأمسك بك. لن تلحقي بي. سألحق بك. قلت لك أنك لن تلحقي بي. توقفي، ما هذه الأصوات في العلية؟ هل لديك ابنة أخرى هناك؟ لا 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 تقلق، إنها الفئران تركض. ساقي طبيعية، عادية جدا. لا أفهم ماذا لا يعجبه، أنها أنظف من الأسبوع الماضي. أين الأميرة؟ أميرة؟ من هذا؟ أين أنت؟ أين أنت؟ لا أحد موجود، سأرحل. من أنت؟ اسمي مارتن. ماذا تريد مارتن؟ كررت سرقة عائلتنا؟ لا لا، أنا أبحث عن عروسة، أنا أمير. أنا فعلا مخطئة. أوي، كيف تبرهن ذلك؟ في جيبي لدي حذاء. هل تسمي هذا الشبشب حذاء؟ يمكنك ألا تجرب ارتداءه، أرى أن قدمك كبيرة جدا. أوعدك سأرتدي، هل لا تقلق؟ ولكن لا أوعدك بأني قد استطيع خلعها. يا إلهي، يبدو أنني، كيف أقول، قصرته. ماذا؟ باختصار، خذ حذاءك يا مارتن، أنا لست عروستك. أوبس، لم أرى شيئا ولم يراني أحد، علي إخفاء الأدلة. من تجرأ على ضرب الأمير؟ ربما هو انزلق وسقط فقط. نعم نعم بالضبط، انزلق وسقط. لا شيء يحدث بكل هذه البساطة في منزلنا. أؤكد لكما أنني لم أضربه بالمقلاة حقا. سيكون على ما يرام، سيستيقظ بالتأكيد. لا أظن ذلك بريتني، أنت تحلمين. بالمناسبة الأمير لا يستيقظ. حاولي مرة ثانية. أوي. ما خطبه؟ إلزا، لقد جمدتي، كم هذا فظيع. انتظري لنغطيه يا فتيات بالبطانيات، سيتدفأ هكذا. ساعدوني. مرحبا، لم نراك منذ مدة. إلهي، هل فقدت وعي؟ لا، لقد نمت فقط. لقد تعاديت من الجميلة النائمة. حلمت أن شخصا ضربني بمقلاة مرتين. أنا أعرف حتى من هو.
لكنني لست أنا حقا. اسمع، هل تريد أن أخذك في رحلة على البساط الطائر؟ أو لا، سوف نبحث عن الحرباء الخصبي. لا، سنذهب لصنع رجل الثلج. لحظة، ألا تريدن سؤالي حتى؟ لم يسمح أحد للأمير بالكلام. سنصنع رجل الثلج. البحث عن الحرباء. لقد فرشت بساط الطائر. أنت غبية. البحث عن الحرباء. هذا لا يعقل. عليك الذهاب إلى مستشفى المجانين. اتركني الأميرة وشأنه. أظن أنني سأجرب الحذاء بدلا عنكن. كم أنا جميلة. حسناً فلنرى. لا، ليس جيداً. علي إعادة التصوير. حسناً. بشع بشع. توقف أيها القزم. لماذا تستمرين في مناداتي بالقزم؟ القزم السمين. هل هكذا يعجبك أكثر؟ في الواقع لدي اسم. قزم غبي. لا، أنت الغبية. في الواقع أنا قزم الضحك. من؟ ولماذا يحدث كل هذا معي؟ ولماذا تتبعني أنا فقط؟ لماذا تختبئ من الآخرين؟ يعجبني إزعاجك. أنت مضحكة، غبية، بشعة. هل أكمل؟ اصمت، الجميع يعتقد أنني مجنونة. شعر الغبي. كان من الأفضل لو قصتهم إلزا. ريبونزل، ساعديني على الهروب. لماذا؟ أمي لن تسمح لي بالخروج بهذه البساطة. أستطيع النزول بشعرك من خلال النافذة. يا إلهي، هل رأيت وزنك؟ شعري لن يستطيع تحملك. لقد كنت أتبع حمية. أكل التفاحة فقط، وحتى إن كان مسحورا. إذا لمست شعري مرة أخرى فبالتأكيد سأرميك إلى الأسفل. لماذا تضحك؟ هل تؤلمك أسنانك؟ بي بي بي. بالطبع، التنظيف كله على بياض الثلج. سئمت منكم. لن يعرفوني حتى على الأمير. فو، هذا المنزل سيجننني قريبا. أعتذر، لم أقصد ذلك. ما اسمك؟ أيتها الغريبة الجميلة. بياض الثلج. أنت لطيفة جدا. وأيضا أميرة؟ كما ترى، نعم. وأنا الأمير مارتن. واو، أمير؟ بالمناسبة، أنت الأميرة الوحيدة الطبيعية من ضمن التي قابلتهن اليوم. حقا؟ إنني طبيعية، ولكن أتحدث مع الأقزامة. معذرة، ماذا؟ لا شيء، أمزح فقط. آمل أن نلتقي مرة أخرى. سأخيفها الآن. بو. الأمير مارتن. إيه، لماذا لا تلاحظينني يا فتاة؟ أتساءل عن القزم. أيتها الحسناء النائمة، أنا هنا هنا. غريب. أولى، هي لا تلاحظني. بياض الثلج. أيتها الجميلة النائمة، أنت نائمة مجددا، ألم تتعبي من ذلك؟ تعرفين أنت الوحيدة التي ربما تحبني. لم أتحدث معك قط. لقد قابلت الأميرة في الحقيقة، إنه وسيم جدا. لو كان بإمكانك رؤيته. بياض ثلج. مجددا أنت أيها الصغير. أنت ترينني، أنت ترينني، أنت ترينني. لا تلمسني، واضح؟ لقد بدأت بالفعل أقلق، وأنت كنت تمزحين؟ لن أستطيع التخلص منك، لذلك فعلت ذلك.
نعم، على الأقل سأستطيع إزعاج بياض ثلج وهذه الحستاء النائمة. وما هي خطتك أيها القصير؟ ساعدوني. خائف مني؟ أنت لا تنامين، أنت تخدعين الجميع. وأنت تجري خلف بياض الثلج وتختبئ من الجميع؟ كما أنت خبيثة. ظهري يؤلمني من الاستلقاء هنا. وأنت من الأفضل ارحل. سأكشف أمرك الآن وسأقول أنك لست نائمة. حاول فقط، هذه فرصتي الوحيدة، أختبئ من الجميع. حسناً، سيكون هذا سرنا الصغير. نعم، يبدو أن الأمر هكذا. اسمع، هل تعتقد أن بياض الثلج ستحبب في نفسها الأمير؟ أعتقد لا، إنها حقاً ليست جميلة جداً. هيا هيا اوه هيا 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 بو. مساء الخير، انا بحاجة لأميرة. واو، انت على المسار الصحيح. انت ياسمين؟ لا، انني صحيح، انا ياسمين. هيا 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 هيا. ماذا تفعلين؟ استدعي الارواح. لحظة، أي أرواح؟ ياسمين، أبحث عن عروسة. إنها هنا. لدي حذاء، إذا استطعت ارتداءه إذن هو القدر. اسمع، لماذا تحتاج للحذاء؟ اشتري السجادة. لماذا أحتاج سجادة؟ ولكن انظر، انظر كم هي رائعة. جيد، إنها سجادة بجودة عالية، لا ترحل بدونها يا عزيزي، سأعطيك خصم. جنون، كفى، سأرحل. توقف، أعطني هذا الشيء لي. هاي لي. كفى، لقد دخلت أصابعك الصغيرة فقط والباقي لا. حسنا، سأستدعي الجني. ساسكي ماسكي، اخرج الآن. ماذا؟ هل تتحدثين مع الإبريق؟ هذا ليس فنجاناً عادياً، هناك جن. هيا اخرج. حسناً، وداعاً، لقد فصلنا القدر. كنت أعرف أن المصباح فيه عيب. علي الرحيل، لن أجد في هذا المكان أي عروس. أيها الأمير، هل سترحل بالفعل؟ نعم، لا أريد أن أظل هنا لدقيقة أخرى. حسناً، وهل اخترت العروس؟ هل تسمين بناتك المجانين عرائس؟ هل هذه مزحة؟ أخبريني. لم تعجبك ولا واحدة حتى؟ لم أرى في حياتي قط مثل هذه الفتيات الفظيعات. قلت أن عليك اختياري أنا. أيها الأمير، خذني معك. أنا الأفضل، أنا لا أريد الذهاب معه. غبية، لا يمكن ذلك. كفى. انتهى كل شيء، هرب الأمير. لم يعجبني من البداية، قلت لك من النوع الخبيث. أن هذا الأمير ليس من مستوانا. تفو، تظلين ماشية حافية القدمين. ماذا في ذلك أن لم يناسبني حذاء الأمير؟ ما أقول لكم، بذلت قصارى جهدي. أخيرا ستتوقفين على المشي حافية القدمين بعد الآن. أغلقنا أفواهكن واتبعوني. أنا الحساء النائمة محظوظة، لا أحد يزعجها. أيها العصافير، هيا لكم المحاضيض، تستطيعون الطيران بحرية. بياض ثلج. مارتن، إلى أين تركض؟ هل اخترت عروسا لنفسك؟ إنه هناك. عن أي عروس تتحدثين؟ هذا فظيع.
أوه، انظر أنه يتحدث مع بياض الثلج. أها، فليقرر مع من يريد أن يكون. إنه صعب الإرضاء. أبعد يديك عنها، أخرق. فلتقولها مرة أخرى، ولكن عندما ستقف بجانبه. هل تمزحين؟ إذا سمع ذلك سيبرحني ضربا. نعم، أنا على حسن معرفة بأخواتي، لذلك لست متفاجئة. بياض الثلج، كم أنت رائعة، دعينا نهرب. لكن كيف؟ عائلتي هنا، وهذا القزم المجنون أيضا. أنا وأنت فقط، ولا أحد غيرنا. انتظر، لكنك كنت ستبحث عن الأميرة التي سيناسبها مقاس الحذاء. لقد فهمت الآن أنه غير مهم. موافقة؟ طبعا، عائلتي لن تقوم بإزعاجنا بعد الآن. ها، هل الطيور بخير؟ بالطبع يمكنهم الطيران. لا وقت لدينا، هيا لنهرب. أيها القزم، انظر أنهم يهربون. لا، ليس هذا، بياض الثلج، لن أستطيع العيش بدونها. من سأقوم الآن بإزعاجي؟ يا إلهي، يا لها من مأساة. يا فتيات، لقد فشلنا في هذه المهمة. أمي لا تهمني، فهناك مشكلة أكبر، فأنا لا أستطيع استدعاء جني من هذا المصباح. أنا ليس لدي مشاكل على الإطلاق، أعيش كما أريد، كما يقول حرق الطائر. أنتم لن يكون عندكن أي أزواج. ماذا، بل أنت من لم يكن عندها. أنتن وقحات. لا لا لا، مجنونة، أنت غبية، فعلا لا يقل ذلك، لا أصدق. لماذا تصرخ؟ بياض الثلج هربا. قزم، هذا هو القزم الذي كانت دائما تتكلم عنه بياض الثلج. هل جننا مثلها؟ ماذا فعلت؟ لن أستطيع أن أزعجها بعد الآن، لقد اختفت من حياتي. ماذا فعلت معها؟ أين هي؟ دعيني وشأني، على الرغم من كنت أحبها بصدق. وهذا قزم، أحضر لي عدسة مكبرة من فضلك. أوي، أين عيونك؟ وجدتهما. رائع، هل هذا القزم حقيقي؟ سيغمى علي إذا جاءت الحسناء النائمة أيضا. صباح الخير للجميع. لست نائمة؟ ماذا؟ كيف هذا؟ لا أفهم. لقد زعمت من ذلك، أعتقد يكفي، والآن أنا بحاجة للاستمتاع. بينما كنتن جالسات هنا، هربت بياض الثلج مع الأمير. هيا انسى هذا الأمر، لم أحد يحبها، من الأفضل فلننقذ الماما.